مسلسل حلو قوي وان شاء الله تنبسطوا. الورق لطيف دمه خفيف ويا رب يبقى دمنا خفيف على قلبكم. استعرف ايه تاني. اسلام بيعمل شخصية هشام، هو طبيب نفسي عايز اللي يعالجه الحقيقة. و... والمفروض ان هو بيحب رنا و... وخطيبها وامه مش موافقة، هي عايزة تبيع القصر اللي انتوا واقفين قدامه ده، فعشان توصل للورق بتاعه بتتسحل مع اشباح وارواح كتير جدا وبتاخده بقى في رجليها، فبنشوف مواقف كوميدي كتير. هو فانتازيا ورعب كوميدي في نفس الوقت وفكرة دمها خفيف. عادة لما في فرق بين انت تعملي شخصية سكتشي او كاريكاتيرية او كوميديا من نوع الفانتازيا، وفي فرق بين انت تعملي شخصية لحم ودم زي علي في اعلى نسبة مشاهدة. النوع الاولاني او النوع بتاع على نسبه مشاهده ده بيحتاج دراسه وان انت تشوفي حد بجد وكده، انما النوع التاني كانك بترسمي كاريكاتير فما بيبقاش محتاج ده قوي. يعني ممكن تعملي سيرش لطيف، ممكن تعملي فكره في دماغك وتبني عليها، فمش هدعي ان انا عملت بقى دراسه وحاجات وكده، لا انا اهم حاجه عندي ان انا، ومش ده يعني ده مش ده صلب الشخصيه، وصلب الشخصيه المواقف اللي بتحصل بينه وبين البطله اللي هي رنا ورئيس مش بتاعي.